السلام عليكم، معكم عمر وكابتن المعاد. اليوم عندنا فيديو جديد، فاليوم يا جماعة عندنا فيديو يا جماعة مختلف. تتحبون المحتوى الدوري الإماراتي، فأي أسيوم ذيس فيديو بيكون فوق 100 مشاهدة يا جماعة as always. فاليوم يا جماعة عندنا فيديو تقييم لاعبين شباب الأهلي يا جماعة. فهذا الفيديو يا جماعة من رأيي أنا منظوري الشخصي يا جماعة، انا بقيم هذه اللعيبه. ممكن نختلف في الاراء، بس في الاخير يعني بعد موسم، بس في الاخير يعني هذا رأيي الشخصي انا. شباب الاهلي في موسم 2020-2021 يا ثلاث بطولات، هي السوبر وكاس الخليج العربي وايضا كاس رئيس الدوله. شباب الاهلي وين المركز الثالث في دوري الخليج العربي. فاليوم بنقيم لاعبين شباب الاهلي اللي مسجلين في القائمة الحالية اللي هم 31 لاعب. كل اللاعبين يعني ممكن يعبنهم من موقع النادي، فإذا في لاعبين مو موجودين في موقع النادي يعني هم أتوقع أنهم مو مسجلين في القائمة حق النادي حرفيا، أو أنهم محطوطين في قائمة البديل. فاليوم يا جماعة بالقيمة 31 لاعب، للأسف أتوقع أن خلوني أقول لكم الخمس تقييمات، لأن عندنا ممتاز، عندنا جيد، عندنا عادي، وعندنا عند لك عليه، وعندنا برع النادي. أنا أتوقع أنه ما بيكون في وايد لعيبة بيكونون برع النادي حرفيا، لأن عمر إنسان يحب يمدح. فيا خلنا حاليا نبدأ في التقييم، ليتس جو. اوكي يا جماعة، نبدأ بأول لاعب عندنا واللي هو مايد ناصر. فمايد ناصر يا جماعة، خليني أقول لكم صراحة، مايد ناصر مستوى الحراسي جدا ممتاز، عشان أكون وياكم صريح. بس المشكلة اللي عندي مع مايد ناصر، وأتمنى أن شباب الأهلي ما يجدد معها، أنه حرفيا أول شيء كبير في السن، ثاني شيء أخلاقه في الملعب مو بالعالية جدا. يعني مايد ناصر دائما يسوي مشاكل، مايد ناصر دائما يحصل كروت. يعني ما اتوقع ان في موسم من المواسم ان يعني الحراس هم نادرا جدا ما يحصلون كروت. هذا في كل موسم ممكن يحصل فوق 3 كروت صفراء ويكون متوقف في بعض المباريات. قدرات الحراسية ممتازة جدا مايد ناصر، بس المشكلة في أخلاقه يا جماعة. مايد ناصر ما يعرف كيف يود عمره، دائما عصبي. هالحارس دائما عصبي، يحصل كروت وايد بعدين يتوقف. أنا ما أدري ليش يعني الصراحة. تخيلوا يعني أنا ممكن إن مايد ناصر كان حارس عنده أخلاق ممتازة، هو يعتبر كابتن الفريق والله العظيم يا جماعة، هو يعتبر كابتن الفريق، مع ذلك يضارب مع لعيبة، يضارب مع الحكام، وأيضا يحصل كروت. وهالشيء أنا ما أشوفه زين في مايد ناصر. وأيضا خطأ ضد استقلال في الدقائق الأخيرة اللي تسبب بهدفهم في دقيقة 90، ويا يعني وأهداف دخلت عليه وهو واقف ضد أجمك وضد الهلال. صراحة يعني ما بتخيل يعني هالأشياء بتنزله، مع أنه هو المفروض يكون في جيد أو ممتاز، ومع ذلك أنا بحطه في عادي. أنا آسف يا وايد ناصر، بس تعادي بسبب أخلاقك أنا. أوكي، عندنا حارس الثاني يا جماعة في الفريق اللي هو حسن حمزة يا جماعة. حسن حمزة أكيد في ناس بيقولوا لنا على طول هذا أول اسم بيروح بقى من نادي. خلينا نقول على آخر مباراة حسن حمزة وقدم فيها مستوى جيد، ما قدم فيها مستوى سيء. ضد فريق الهلال اللي هو واحد من أفضل الفرق الآسيوية، وتيب ضدهم كلين شيت، أنا أشوف هالشيء ممتاز. وبنياس واحد من أقوى الفرق الهجومية في الدوري، أيضا تيب ضدهم كلين شيت، هذا الشيء أيضا ممتاز. بس ضد النصر أكيد تستقبل هدفين، لأن الهدف الأول صح ما أدري كيف أشوفه خطأ من الدفاع، والهدف الثاني أيضا خطأ من الدفاع، لأن إحنا إن واحد من فريقنا توقع أن يوسف جابر محمد جابر سجل على نفسه. فأنا ما أدري بالنسبة لحسن حمزة، حسن حمزة ما بيروح برا النادي،
حسن حمزة ممكن أقول لك عليه، بس لو أنه قدم مستوى سيء، لو كان قدم مستوى سيء ضد الهلال أو بنياز كنت بحطه في برجع النادي، بس حاليا بيروح لك عليه. عندنا جمال إسماعيل. أقول لكم هذا ما أدري ليش أحطه في تقييم، هذا أبدا عمره في حياته ما لعب في النادي ولا مباراة لعب فيها في النادي يا جماعة. جمال إسماعيل الصراحة يعني أنا ما أشوف له في التدريبات ولا أعرف عنه أي شيء، عشان هو ما يحصل فرصته مع السيد مهدي، وإذا أنت ما حصل فرصته مع المهدي يعني أنك أنت ممكن حارس سيء. That's what I think. للأسف يا جمال إسماعيل تبغى تروح برا النادي، نبغاك تروح برا النادي تحصل فرص لك. أوكي عندنا محمد مرزوق، محمد مرزوق المدافع اللي يقابلنا السوبر. محمد مرزوق بداية الموسم كان سيء، أول ما يا مهدي طور مستوى شوي، ونهاية الموسم كان لك عليه. نهاية الموسم كان لك عليه، لاعب كان في دكة، وصح أنه ممكن كان عنده أخطاء، بس مو بأخطاء جدا جسيمة يعني، أخطاء جدا سيئة، ممكن أخطاء في التمركز أو أخطاء في مراقبة اللاعبين وأخطاء في هذه الأشياء. مرزوق مستوى نازل أكيد عن الموسم اللي طاف والمستوى والموسم اللي قبله بالنسبة للشباب الأهلي، بس مرزوق نفس المستوى أكيد يعني، ممكن سالفة العمر مع أنه عمره 30 سنة حاليا، أكيد شباب الأهلي فريق شياب على ما أعتبر، بس هل إنه هو يروح قائمة برع النادي؟ أنا ما أحس إنه يروح قائمة برع النادي، أحس إنه يكون مدافع احتياطي شيء زين بالنسبة له. حط لك عليه. أنا أحمد عبد الله الجميل، لاعب اللي ما كان دائما يعني يكون، مو دائما يكون أساسي، ومع ذلك لما يكون أساسي ممكن إنه يكون دفاعيا جيد، وهجوميا لا ابدا مو جيد، ما عندنا ابهره هجوميه اللي ممكن هيكل وصنقور مرات تضبط وياهم. احمد جميل بالنسبه لي يا جماعه انا ما ادري، بس بيروح قامة عادي. محمد جابر مباريات اللي لعبها الموسم قليله جدا، مباريات اللي لعبها هالموسم جدا 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 قليله، ومع ذلك يعني ممكن يرتكب اخطاء، شفنا يرتكب اخطاء محمد جابر. ايضا ممكن اتوقع هو اللي سجل هدف على عمره في ضد النصر، انا ما ادري، بس محمد جابر مدافع احتياطي و بيروح لك عليه حاليا. يوسف جابر، انا ما اعرف ليش يوسف جابر موجود في الفريق اصلا، انا اعرف قدراته الهجوميه جدا ممتازه، بس دفاعيا لا، دفاعيا لا، هذا لا ما يلعب اساسي، ما يلعب اساسي، ما يستوي اصلا يلعب اساسي. يوسف جابر انت ما تستوي تلعب اساسي، ما تصلح. بقى النادي عمرك 36، خلنا نجيب واحد اصغر منك. عبد العزيز صنقور من اللاعبين اللي طورهم مهدي، لاعب اساسي هالشيء ممتاز. صنقور واحد من اللاعبين اللي جدا جدا ممتازين، وكانوا سبب في تتويجنا بالثلاث بطولات، لاعب ما يتكلم وايد في الاعلام وايضا يسوي له عليه في الملعب، فحاليا بحطه في جيد، هو لاعب يدخل جيد. عندنا هيكل ايضا واحد من اللاعبين اللي طوروا مهدي، فنفس حالة صنقور يروح جيد. حمدان مالدينيا كما أنا أسميه، حمدان الكمالي قدم موسم ممتاز، على الصعيد الدفاعي، ولا ممكن خطأ هدف استقلال الأول اللي كان في دقيقة 90 كان خطأ من المدافع والحارس، حمدان الكمالي أشوفه أنك قدم مستوى ممتاز دفاعيا ما شفناه هجوميا، أو ممكن هو صح دائما يسدد تداخلات حول جدا ما فلحت وياه ابدا هالموسم، الموسم اللي طاف، ف
فحمدان الكماري بيروح ويا جيد مع هيكل وصنقر. عندنا وليد عباس، وليد عباس هذا لاعب يلعب بشكل متقطع في النادي، ابدا ما كان ممتاز جدا ولا ابدا انه كان سيء جدا. ف وليد عباس ما يرتكب اخطاء، شوف الخطا عادي. انا سالمين خميس، سالمين خميس لعب مباريات قليله هالموسم، ومع ذلك لاعب كان يقدم مستوى جيد، لاعب يعني قد كان يقدم مستوى جيد مع قله لعب للمباريات. لعب ضد مبارياتنا ضد اجمك اللي خسرنا فيها 2-1 قدم فيها مستوى ممتاز، وحتى لين ما هو طلع في الشوط الاول، بس هذه مو مباراه يعني مباراه واختبر ما حد يقيم جيد على طول، يعني جيد يعني ممتاز ممتاز يعني ده يكون جدا جدا ممتاز. ما صار في خميس يوقف عادي. وليد حسين، وليد حسين انصاب في نص الموسم، وهالشيء انا ما ادري شو اقول عنه. وليد حسين انصاب في نص الموسم ضد خوفكان، وطلع كانت اصابته قويه لنهايه الموسم. فوليد حسين كان يسوي اللي عليه، يسوي اللي عليه، لاعب جيد ما كان اساسي وايد في النادي، مع ذلك حطه فيه عادي. عندنا سعيد احمد، سعيد احمد الجوكر يا جماعه، قال لي مهدف اول مباراه له مع الفريق حطاه جناح، وهو وبعدين حطاه رهيب، بعدين يحطه وسط يلعب اي مكان هذا اللاعب سعيد احمد. فهالشيء ممكن يكون نقطه بالنسبه له. وايضا سعيد احمد ما لعب وايد هالموسم، لاعب جيد، ف يا ما بيروح في جيد جدا، بس في جيد مع حمدان الكمالي وصنقور و هيكل ممكن نحطه مع عادي. اوديل 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 جون هامري بيكوف، هاللاعب كان ممتاز في اخر مباريات، قبلها ما كان يسوي اللي عليه، بس بعد بعد درب طلاسيا شفنا اللاعب يسوي اللي عليه، وشفنا انه هو ممتاز، مو ممتاز جدا بس يعني لاعب يعني اصلا يبينا ممكن حق 6 شهور، يعني لاعب هو اصلا برع النادي ما نحتاجه ابدا. اوديل صح انك كنت جيد في هالموسم، بس بدك برع النادي. عموري، عموري ما لعب الموسم، عموري يا سلام، ليش عمر يحط لاعبين ابدا ما لعب هذا الموسم؟ نايس يا عمر. ف عموري ما بيتقيم. ما يستوي يتقيم، عموري ما لعب هالموسم يا جماعه. فعندنا سعود، سعود يروح جيد ولا عادي؟ عادي، يقدم اللي عليه في الملعب. سعود من افضل لاعب من اللاعبين اللي قدموا مستوى جدا جدا ممتاز ضد فريق الهلال، وخصوصا هاي كانت اول مباراه له، بعدين لعب ضد الياس قدم مستوى جيد، بعدها ما لعب ابدا، لعب مباراتين في الموسم قدم فيه اللي عليه. عندنا عبد الله النقبي، عبد الله النقبي جيد، عنده اخطاء وايد، انا كان عنده اخطاء صراحه يعني، وايضا مايد حسن بنحطه ممتاز بدون اي كلام، لانه تخيل في واحد متابعيني في الانستغرام انه نزلت ستوري بحر في الانستغرام، قلت اني ابي اسوي له التقييم هذا باكر اللي هو يوم الجمعه، يعني اتوقع ان الفيديو بينزل يوم الجمعه ان شاء الله، بس في واحد قال لي اذا ما حطيت مايد حسن بتصل فيه. ما ادري كيف عنده رقم مايد حسن، اوكي يا ابو رقم مايد حسن، وجباني على اني احط مايد حسن في قامه ممتاز مع انه هو اصلا ممتاز يعني يا جماعه، عشان اكون وياكم صريح، هو واحد من اسباب الفوز ب3 بطولات، وواحد من اللاعبين اللي تطوروا من ايد مهدي. فيا خلينا نروح للاعب رقم 30 محمد جمعه، ولد نادي الشباب. يا محمد جمعه ينحط في جيد، كان دائما موجود لما نحتاج محمد جمعه، محمد جمعه واحد من اللاعبين الممتازين في الفريق، ويستاهل انه يكون هنا، يستاهل انه يكون في مرتبه جيد، ويستاهل التجديد معاه، جددنا معاه 3 سنوات، هذا اللاعب
لا يفرط في الشباب العلم، خصوصا ان عمره بعد 24 سنة حاليا. و يا نتمنى يا محمد جمال بالتوفيق لك، وان شاء الله يعني تكون من افضل اللاعبين في الفريق باذن الله. عندنا حاليا في لاعبين يعني انا ملخبط التقييم اصلا. فيا نقدم لاعبين وسط على لاعبين هجوم. اوكي عندنا عزيز جانيف جيد. ليش عزيز جانيف لو انه بس ممتاز، تخيل ممتاز على طول ممتاز. ليش جانيف قدم موسم خرافي معانا. جانيف بدون كنا نفوز بس بدون مستوى، كنا نفوز بس بدون مستوى. جانيف لما انصاب تخيل شباب ليلي بشكل غير طبيعي، فصراحة انا حطيته في الممتاز، يستاهل. الجندي المجهول كما انا اقول عنه، وان شاء الله يجعلنا الموسم الجاي اقوى واقوى يا جانيف. عنا عيد خميس نروح نفس كلام عن سعود، لاعب قدم باية جيدة ضد الهلال. وعنا الحين اللاعب اللي في وايد ناس يتكلمون عنه ويقولون انهم يبون اصلا يكون برا عن النادي، برا عشان شباب ليلي ويروح برا على الامارات نفتك منه. الحين يعني اذا انا قيمت في برا عن النادي بيزعلون علي الهلالية ويقول انا اتواتا اكبر من ناديكم وما ادري شو، بس لو حطيته ممتاز بيزعلون علي اللي يشجعون شباب ليلي يقولون انت ما تعرف في الكورة. كارلوس ادواردو يا جماعة، اخر لاعب مقيمة من الوسط. ف كارلوس ادواردو خلنا نقول كارلوس ادواردو مو بنفسه مع الهلال اكيد، لاعب يدي اصابات، بس هل قدم على الموسم اداء ممتاز؟ بالنسبة لي لا، مو بنفس ادواردو مع الهلال، ما كان على قد توقعاتنا نحن كمشجعين شباب الاهلي. وغير كذي هو يقهر تصاريحه اللي دائما للهلال، فبحطه لك علي. يعني كنت اقدر ممكن احطه في برا عن النادي، انا اباه برا عن النادي بس عشان هلالي بحطه لك علي. هذا لو في هلاليين اصلا يتابعون الفيديو. ماشي فدريكو كارتابيا يا جماعه، اللاعب اللي حسم لنا نهائي كاس رئيس الدوله ضد النصر بركلتين جزاء. فدريكو كارتابيا انصاب هالموسم، احصائيات التهديفية ضعيفة تقريبا، بداية الموسم ما كانت جدا ممتازة بالنسبة له، ولا نهاية الموسم بحيث انه انصاب. لاعب كثير الاصابات الصراحة، انا بحطه في عادي ولا جيد؟ بحطه في جيد، يعني لانه يابلنا البطولة الاخيرة اللي كانت بطولة كاس رئيس الدولة. فعندنا حروب جيد، حارب. ليش حارب جيد؟ حارب صح، يعني انا اقول لكم كايسا اللي عليه في الملعب، حارب من فترة تاسية، يعني اللاعب كان يقدم مستوى جدا 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 مميز. هذا انا ابغى اقول عنه، حارب استمر عمره 18 سنة حاليا يا جماعة. حارب ممكن يكون واحد من نجوم شباب الاهلي المستقبليين. جلال الدين مشاريبوف، جلال اللي لنا الحين عليه الكلام انه هو رايح للنصر او انه بيرد لشباب الاهلي يجدد معاهم، انا ما ادري بس اتمنى استمراره في النادي. جلال الدين مشاريبوف ينحط في ممتاز. ليش؟ لان جلال الدين مشاريبوف يعني الصراحه يعني كان يقدم مستوى خطير في الملعب. جلال يسوي كل شيء يقدر عليه، جلال يسجل اهداف، سحب مدافعين، يصنع اهداف، يسوي ويقدم مباريات جدا 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 ممتازة. ممكن لو كان عنده من بداية الموسم كان الوضع بيكون مختلف، فبيروح قامة ممتازة. عندنا يوري سيزارو اللاعب رقم 57 في شباب الاهلي، قدم مستوى ممتاز في الرديف، بس هذه التقييم للفريق الاهلي يوري سيزارو. يوري سيزارو مهاراته ممتازة، يابلنا بلنتي ضد النصر فبنحطه في عادي. يحيى الغساني، انا شو اقول عنك يا اسطورة، انت اصلا مفروض ما تكون في تقييم.
هذا يحيى غساي مو مفروض يكون برا عندنا، يكون يعني يروح عاري يعني يتطول شوي. اوكي عندنا احمد خليل، لك عليه خرب عمره احمد خليل هالموسم. احمد خليل ودخل 3 مباريات هالموسم، جاب لنا جولين بس الجولين كانوا واحد من فرق الجزيره والثاني يعني ضد منو؟ وثاني كان ضد الايمان ركلة جزاء. بس احمد خليل يعني خرب عمره في زمن الكورونا بشكل مو طبيعي، زاد وزنه. مهدي قال له انا ما بقدر تلعب لين ما تخف، ف يا حطف لك عليه. احمد الهاشمي كان ممتاز في اسيا، بس اذا بتتكلمون عن جسمه عن الدوري سيء جدا، عن الدوري هو سيء بس في اسيا كان جيد. ف احمد الهاشمي يقولون انه بيروح لنادي الشارجة، بس انا ما ادري احطه في عادي ولا لك عادي، حطه عادي. ف ايجو جيسوس اكيد افضل لاعب فريقنا ممكن هالموسم، و عموري يروح ما يشوف لان عموري ما يتقيم لانه هو ما لعب في نادي، فانا ما ادري ليش حطيته. تمام يا حالي، هاي هي التقييم عموري بروحه هي الاستحت، ما ادري ليش يعني انا اصلا ما ادري ليش انا حاطه لك في التقييم لان ما شفتك تلعب اصلا. فاهم يا كذي هنا التقييم يا جماعة. حطينا 4 لاعبين في ممتاز، 6 لاعبين في جيد، يعني 10 لاعبين، وبعد حطينا ممكن 11 لاعب في قائمة عادي، و5 لاعبين فلك عليه، و4 لاعبين برا على النادي. فا يا حاليا هذا هو تقييمي للاعبين شباب الاهلي. ممكن انتم تختلفون، ممكن انتم تتفقون، في لاعبين ايضا مفقود نحطهم في جيد ممكن. خلينا نعدل قائمة شوية. كاتابي ممكن يروح فوق، أو محمد جماعة، واحد من هذيل بيروح فوق. أنا بقول حمدان الكمالي يروح فوق، يصير 5 هني 5 تحت، وأيضا هني 11 لاعب تقريبا. بنحط منكم واحد في جيد، منو يحط منكم؟ ينحط منكم في جيد، يقول ما حد منكم يحط في جيد. أوكي فبعدنا هذا اللاعبين فلك عليه، وأيضا 4 لاعبين في برا النادي. أودين نحن ما نحتاجك في النادي، يعني عندنا وايد لاعبين وسط، وعندنا يوسف جابر وجمال اسماعيل. يا حاليا انهينا هذا الفيديو، 23 دقيقة اصور. يا الان وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس، ونبغى نسمع ارائكم في منو افضل لاعب في شباب الاهلي. هذا هو سؤال الفيديو اليوم، كان معكم عمر، مع السلامة شباب.